احنا اليوم جايين مدرسة بيان البحرين معنا 13 طالب بهدف ان احنا نكمل باقي المدرسة نلونها ونجهزها. من الاشياء اللي ان احنا نركز عليها في البيان اللي هي نعلم الطلبة الثقة بالنفس والاعتماد على النفس وحب العمل الخيري. دائما تغمرني السعادة لما يكون عندنا مشروع آخر قد تحقق وهو إنشاء صف جديد، نشر التعليم أكثر، وصولنا إلى قرى أكثر. نشكر شركائنا جميعاً الداعمين من أهل الخير من أهل البحرين، وفي هذه المدرسة في قرية العبابدة ومدرسة علي الصغير تبرعات أتتنا من مدرسة البيان النموذجية، ساعدنا في تحقيق أهدافنا. وطبعاً رحلة الخير اللي قمنا بها هذه المرة معنا مجموعة من طلبة مدرسة بيان البحرين اللي قدموا نموذج متميز وأدوا عملهم على أجمل ما يكون.